وقد لخص العلماء رحمهم الله تعالى الصلة بالله في ثلاثة أشياء: في أن نعلم يقينا أن الله معنا جل وعلا، ومن ذلك ما قال ربنا: وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا أن نكون دائما مع الله، حيث قال في كما ورد في صحيح البخاري: اللهم أنت الصاحب في السفر. ونحن في سفر فينبغي أن لا يخالط أذهاننا ولا أفكارنا ولا مشاهدنا إلا أننا مع الله وأننا في حضرة الله وأننا بين يدي الله. والأمر الثاني أن نستشعر على الدوام أننا في حاجة دائمة مستمرة إلى عطاء الله وإلى عناية الله وإلى رحمة الله وإلى عفو الله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نستشعر حاجتنا هذه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيغنينا. والأمر الثالث أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في هذه الآية ذكر العبادة بشقيها: يعبدوا الله بأجسادهم مخلصين له الدين بقلوبهم، فهذه طاعة جسدية وهذه طاعة قلبية. ولا نصل إلى معرفة ذلك ومخالطة ذلك في حياتنا إلا بمجالسة العلماء. ونحن في هذه الليلة بين يدي علماء من علماء هذه الأمة، فلنغتنم هذا الوقت في سماع ما يلقى علينا، وأن نضعه في منزلته من حيث الفهم، نية العمل، صدق الوجهة والصلة، وحمل ذلك معنا إلى كل من يتصل بنا في هذه الحضرة العظيمة وهذه البلد الكريمة. شرفنا هذه الليلة سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الرحمن السقاف، أحد علماء ودعاة هذه الأمة في هذا الزمان، وهو أحد كبار طلاب شيخنا سيدي الحبيب عمر حفظه الله، وأخونا وحبيبنا الحبيب عبد الرحمن الشاطري حفظه الله. وهو كذلك نستمع الآن إن شاء الله إلى كلمة من الحبيب عبد الرحمن، ثم يشرف أسماعنا سيدي الحبيب محمد، وننتبه حتى إن شاء الله نأخذ الزاد نحن وإياكم في هذه الليلة، زاد كبير إن شاء الله سيكون بإذن الله، فوسعوا مشاهدكم في ذلك.